هو أول من بدل نظام الخلافة الإسلامي وحوله إلى نظام وراثي، مؤسس الدولة الأموية، أول من أسس للدولة المدنية على مبدأ فصل الدين عن السياسة، هو من ثبت نهج الجبرية والاستسلام، لقب بأدهى العرب وأكثرهم حنكة، بيعتبره البعض مرجع إسلامي وصحابي، أمضى 20 عام والي وعشرين عام أخرى خليفة، وإلى ما هنالك من ميزات تانية كصك العملة وتنظيم الدواوين و إلى آخره. معاوية بن أبي سفيان، يا ترى هل بتستحق هيك شخصية تعمل كل هالإثارة والجدل بسبب تجسيدها بمسلسل درامي؟ كات. أكيد بتستحق، بس مو للأسباب اللي ذكرناها ببداية التعريف عن شخصية معاوية بن أبي سفيان، ولكن بسبب دقة المرحلة ودقة الفترة الزمنية اللي انتقل فيها الحكم من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لمعاوية بن أبي سفيان عبر مواجهة أو مقابلة بين أنصار هالطرفين بهذاك الوقت والتنازع بيناتهم، ولمن أحقية الخلافة وحكم المسلمين؟ هل هي للإمام علي أم لمعاوية؟ وسماها البعض بالفتنة الكبرى، لأن معاوية من خلال دهائه ومكره وتعيينه لعمرو بن العاص كممثل عنه استطاع انتزاع الحكم والسيطرة على الموقف ونقل الخلافة إلى الشام، ليبدأ مشروع الدولة الإسلامية بالانتشار والتوسع عبر ما يعرف بالدولة الأموية. حالياً وقبل العرض، نحن أمام عدة أسئلة مشروعة. يا ترى هل شركة الإنتاج رح تقدم شخصية معاوية كما عرفتها كتب التاريخ وكما وصلت لإلنا هاي الشخصية؟ أم سيتم تغيير شيء فيها أو تغييب أشياء أساسية فيها؟ اثنين، شو هنن الشخصيات اللي رح يكون المسلسل مركز عليها بالإضافة لشخصية معاوية؟ هل رح يبرز المسلسل كل الشخصيات القريبة والمعادية لإله؟ ولا رح يتم انتقاء شيء منها ونسيان وتغييب الآخر؟ ثلاثة، عبر التجربة العربية للتصوير الدرامي للصنف التاريخي، دائما في جانب منها له علاقة بالمعارك وتجسيدها، وكان أقرب التجارب للصورة المثالية للمعركة حسب المواصفات العالمية للمعركة المصورة تجربة الراحل حاتم علي بمسلسل عمر بن الخطاب، وأيضا تجربة الراحل مصطفى العقاد بفيلم الرسالة. وهون بنطرح السؤال، هل سيتمكن طارق العريان مخرج مسلسل معاوية من ترك بصمي بهاي الزاوية بالتحديد، خاصة أنه العريان مخرج تعتبر تجربته مانا كبيرة بمجال الإخراج التلفزيوني والسينمائي عموما، عم نحكي سينما وتلفزيون يعني مو كليبات وإعلانات. بهالمسلسل رح يكون في جهود لممثلين من عدة دول عربية، على رأسهم الفنان لوجين إسماعيل اللي جسد شخصية العمل الرئيسية معاوية، وهي شجاعة منه بكل تأكيد بعد ما انعرضت هالشخصية على عدد مو قليل من الفنانين وكان في تردد ورفض لخوض هالتجربة اللي إلها تبعاتها. وبعتقد هي فرصة ذهبية للوجين ليحقق معادلة لوجين ما قبل معاوية بمكان وما بعد معاوية بمكان آخر. بعيداً عن الأسئلة اللي طرحتها، بدي أعلق على موجة الغضب والأراء اللي على فيها التعبير عن رفض متابعة مسلسل معاوية، وشفنا جدل واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي بين مؤيد لمثل هاي الخطوة معارض لها و إلى آخره. من النبل بهالفترة الزمنية منح الآخر حقه فيما يقول وما يحق له من مساحة ليعبر فيها عن رأيه، وإلا منكون عم نأيد ثقافة الإلغاء. من الخطورة بمكان الدفاع عن هاي الثقافة والتمسك برأيي أنا وغيري لا. بذكرني هالشي اللي صار بمقتل المفكر العربي فرج فودة المفكر المصري الله يرحمه، لما ألقوا القبض على المجرم اللي قتله وبلشوا يحققوا معه فسألوا ليش قتلته، فقال أنا ضد فكره. سألوه من جديد ليش أنت شو قاري له من كتبه مؤلفاته، فكان الجواب الصادم ولا حاجة، مو قريان له شي ولا بيعرف شي من فكره. إذن يا جماعة خلوا الناس تعرف، خلوها تكتشف الحقيقة بأنفسها، ليش لا؟ في نقطة تانية حابب أعرج عليها، عبر حياتنا صار مفهوم ومعروف إنه الأشياء اللي بيتم منعها عن الناس بتاخد أهمية أكبر. مناسبة حكي هون هو إعلان بعض القنوات معارضتها لبث مسلسل معاوية. لك يا جماعة أنتوا قنوات إلها علاقة بالإعلام أو علم الإعلام، معقول ما انتبهتوا للقرار اللي أصدرتوه هون؟ بما أنتوا هيك عملتوا إعلان لمتابعة المسلسل من دون ما تعرفوا، ولو قال مبدأ
كل ممنوع مرغوب. أنا براهن إنه العراقيين ذات أنفسهم رح ينتقلوا فوراً للقنوات الثانية اللي رح تعرض المسلسل ويتابعوا مسلسل معاوية بشغف واهتمام أكبر بسبب هاي القرارات. بالنهاية بدي أقول فكرة، مين قال إنه الإمام علي ومعاوية بن أبي سفيان كان قصده يصير هالتفرقة بين صفوف المسلمين؟ ما هو يمكن يكون اللي إجا من بعدهم هنن اللي رسخوا فكرة المواجهة بين هالشخصيتين. نتمنى النجاح بتقديم عمل يجمع العرب ويوحد صفوفهم على مبدأ رمضان بيجمعنا، سلوغون أو شعار قنوات الجهة المنتجة للعمل. بالنهاية أنا عم أسأل حالي كم قط رح أقول بعد عرض هالمسلسل.